السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة. قراءة فنجان وتابوت برج الأسد. برج الأسد أنا اتأخرت عليه وبتأسف قبل ما أشرح الوضع، يعني أنا بتأسف إن أنا اتأخرت عليكم وإن كنتوا لن تكونوا أبدا في قناة سماء المحبة من الابراج الفرعيه او الابراج اللي انا مقصر برضو تجاهها، يعني مقصر تجاه ابراج تانية لان ما فيهاش دعم مشاهدات او ما فيهاش جمهور ليا كثير، ما فيهاش اشخاص كثيرين بينتظروني او بينتظروا توقعاتي او اعتمادهم في حياتهم او بيستبشروا في حياتهم بمعنى اصح توقعاتي. فالتاخر ده ينبغي لكل حد من مواليد برج الاسد ان هو يكون عارف ان هو مش بمزاجي، وينبغي علي ان انا اقدم اعتذار لكل واحد منكم على هذا التاخر. والفيديوهات اللي كانت بتنزل عن برج الجدي وما ينزلش معاها فيديو لبرج الاسد، بس هي المشكله اشرحها لكم. اولا انا عندي انا كشخص، يعني كانسان، سواء انا او اي حد انت بتشوفه سواء على اليوتيوب او في التلفزيون او في اي وسيله تواصل اجتماعي، بيكون عنده مشاكل شخصيه، بيكون عنده اشياء، وبتختلف هذه الاشياء من شخص لاخر. في حاجات بتعطل الواحد، في ظروف طارئه بتجد على الواحد بتضعه بتضيق وقته. بالاضافه الى ان انا منذ ظهوري بوجهي على القناه اردت ان اقدم لكم محتوى رائع له وقت حق لكم، يعني حق ليكم ان كنتوا تشوفوا قراءة تفصيلية بجد كأنها قراءة خاصة بحد معين، قراءة تفيدكم تفصيلية تماما لمواليد برج الأسد بشكل عام. فكاعتذار مني لكل واحد فيكم أعدكم في هذه القراءة كبداية لسلسلة قراءات قادمة أنا متأكد إن هي هتكون اعتذار يليق ببرج الأسد، اعتذار يليق بكبرياء برج الأسد. فأنا طولت كتير في المقدمة، والناس الجداد اللي ما يعرفوش بحر المنسي طبعا زعلوا من التطويلة ديت، وفي منهم اللي خرج من الفيديو دلوقتي، فعشان ما فيش كتير يخرجوا من الفيديو نبدأ دلوقتي. بسم الله. عندنا أحداث كثيرة أو أبواب كثيرة في القراءات تختلف عن السابق. هنبدأ باللي احنا اعتدنا عليه، وأول باب معانا هو الباب الرئيسي. تمام؟ الحدث الرئيسي ليك يا مولود برج الأسد في النصف الثاني من شهر مايو هو الست كوز. ده الحدث. الدافع التسع كوز. تمام؟ والنتيجة عجلة الحظ. تمام؟ معناه ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ حين يكون الدافع هو التسع كؤوس. فنحن بنتحدث يا مولود برج الأسد أن هناك أخيراً من تراه شخصا يستحق التقدير. هناك أخيرا من ترى أنه يستحق احترامك وتقديرك، وأنه الشخص الذي طال انتظاره في حياة كل شخص منكم، يدقق في تفاصيل الأشخاص ويبحث عن أشخاص أنقياء يستحقون الاحترام، والاحترام الذي تهديه أنت يا مولود برج الأسد هو احترام حقيقي، احترام من كل رغبة داخلية بداخلك. تمام؟ ده الدافع. الدافع إن هناك من تسعى
لإظهار احترامك له كما يبدو في هذه الصورة، وتسعى للتقرب منه أو لإسعاده. حدث مميز أو دافع مميز. في الواقع الحدث ده لا يشمل، أو الدافع ده لا يشمل الوضع المهني فقط، ولكن قد يكون هذا الشخص في حياتك المهنية أو في حياتك العاطفية، وربما يكون في حياتك المهنية ويمس حياتك العاطفية، نعرفش. هو حد اخيرا هنشوف دلوقتي مين بقى السعيد الحظ ده اللي حتى اقول لك على حاجه، يعني بص ركز في الكروت دي، هتلاقي الحدث هو الست كؤوس، تمام. الست كؤوس هو كارت بيرمز للتدريب على شيء، كانك يا مولود برج الاسد بتبدا تدرب نفسك على شيء بدافع ارضاء الشخص ده او اسعاد الشخص ده. طب بص بقى النتيجة اللي أنا عايز أقولها عنه، ظهر عنك. نشوف بقى الحدث، الحدث ده جميل. يعني أنا عايز أقول لك مين سعيد الحظ ده. بص بقى النتيجة طالعة إيه؟ طالعة عجلة الحظ. تمام؟ يعني النتيجة طالعة إن في حظ. سواء بقى لهذا الشخص الذي تتدرب لإرضائه أو تسعى لإرضائه أو تملك أو أصبحت تحبه وأصبحت تبذل مجهودات، سواء بقى المجهودات دي لإرضائه في الوضع المهني أو في الوضع العاطفي، إلا إن الشخص اللي أنت بتسعى لإرضائه في النصف الثاني من شهر مايو هتعرفه. يعني هتعرف مين بقى اللي هتتدرب سواء معاه أو هيدربك أو أيا كان، إلا إن الشخص ده مش بس أنت يعني هو سعيد حظ بحصوله على احترامك، لا ده كمان انت هتحصل على حظوظ جيدة او هيبتسم الحظ لهذه العلاقة في المستقبل. احداث رئيسية، اول حدث رئيسي، ثم بيأتيك بقى الحدث الرئيسي الثاني اللي بيقول لك هيتقودك او هيقودك الاحترام او الشيء ده لايه. عجلة الحظ دي هتقودك لايه؟ ركز بقى معايا في الكلام ده. اول شيء، الدافع هو أمير الكؤوس، تمام؟ أمير الكؤوس يعني كأنك يا مولود برج الأسد خلاص بتسعى دلوقتي إنك تصبح شيء، بتسعى دلوقتي إنك تحضر مستقبلك، أو ربما لو الشخص ده عندك في حياتك العاطفية، يعني مثلا لو اللي يسمعني دلوقتي مراقب برج الأسد، والسؤال اللي الكل بيسأله هل قراءة برج الأسد للرجال والنساء؟ لا، القراءة للرجال والنساء، يعني القراءة للرجال والنساء، وقراءة امرأة الأسد دي تفصيلية للنساء، لأن في نساء تقودهم ما بتجيش مع قراءة العامة، مع القراءة العامة لبرج الأسد. يعني دي قراءة عادية زي اللي بتشوفها على أي قناة برج الأسد، تشمل الرجال والنساء. تمام؟ فأمير الكؤوس ده يا عزيزي بيقول لك إنك أنت يعني كأنك بتعد هذا الشخص ان هو يصير شخصيه هامه، او عندك دافع انك انت تعد نفسك انت عشان تصير شخصيه هامه. يعني يا اما بتساعد شخص للنجاح ونجاحه هيمسك، يا اما انت بتنجح. فاهمين الكلام؟ طبعا ده قدر، احنا بنقرا قدر سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، قال لو عرضت الاقدار على الانسان لاختار القدر الذي اختاره الله له، وانما نحن الان نرى توقعات، فتعرض الاقدار امامنا فنبدا نحاول نشوفها، كل كلمه او كل كارت بيحمل اكثر من معنى. فالحدث بقى ايه؟ الحدث الهام اللي هو ظاهر في الاحداث الرئيسيه سواء بالنسبه ليك او بالنسبه للشخص ده، ايه هو؟ بص بقى، الشفاء. تمام؟ عارف ايه الشفاء؟ يعني خلاص كارت الشفاء ده لو أزمة صحية بتمسك أنت أو الشخص ده، إن شاء الله بإذن الله وبمشيئته مش بكلامي هيتم الشفاء من هذه الأزمة الصحية. لو أزمة مالية بتمر بيك أنت أو الشخص ده، بإذن الله وبمشيئته هيتم انتهاء هذه الأزمة المالية. أي أزمة أو أي مشكلة بتمسك أنت
او الشخص ده يا انت يا هو هتنتهي. يعني ربما ساعات انتوا عارفين الناس اللي عارفه في قراءات الطاروت بتحمل الكارت معنيين، ربما يحمل يعنيك او يعني الشخص الاخر الطرف الاخر. النتيجه هي السبع سيول. طبعا انا هسالك دلوقتي انت شايف ايه في الكارت ده؟ فيكون ردك وانت في مكان تاني بعيد عني شايف قرود. تمام؟ فايه القرود دي بقى؟ القرود دي في المجموعه الفرعونيه كارت كبير قوي على فكره. يعني كارت بيحمل معاني كتير. فبيحمل عن مجموعه ناس من زمن تم مسخهم بقرده. طب ليه تم مسخهم لقرده الناس ديت؟ ان هم من بني اسرائيل، عرفنا عنهم الحكايه دي. ليه الاشخاص دول تم مسخهم لقرده؟ كان ربنا سبحانه وتعالى منع الصدي والسبت. فالاشخاص دول ظنوا ان هم يقدروا يمشوا على رجليهم او يوطوا ويروحوا يصطادوا من غير ما ربنا يشوفهم. فتم مسخهم لقرده. تمام؟ راحوا الناس بقى الناس الثانيه بداوا يشوفوا المجموعه ديت لقوهم قرود. ما لقوش حد في المدينه دي لقوهم قرود. هم حاولوا فكروا ان هم يعملوا حاجه ما ترضيش ربنا وكمان ربنا مش هيشوفهم. فربنا عارف ان هو يعني كانه ايه، خلاص بقى انتوا كده مش بني ادمين، انتوا كده بتفكروا قرود فارجعوا قرود. فكذلك ده نفس الحدث اللي هو ناس في حياتك. تمام؟ حياتك انت بقى او يعني في حياتك انت. الناس دي فكروا ان هم ممكن ياذوك. تمام؟ او يعملوا لك حاجه تاذيك. وكمان ربنا مش شايفهم. يعني فكروا ان ربنا مش شايفهم وان هم ممكن يأذوك. فنتيجه انك انت او الشخص اللي يهمك ده هيحدث عنده شفاء وكمان هيبدا يعد او هتبدا تعدوا او هتبداوا تعدوا بعض ان كنتوا تنتقلوا لحاجه جميله والحظ بيبتسم ليكم، ان الاشخاص اللي ظنوا ان هم ممكن يأذوكم وربنا مش شايفهم دول او ان هم ممكن يتحايلوا على قدر الله وقوانينه واديانه وشرعه من اجل ايذائكم او شيء مثل ذلك، الاشخاص دول سترى فيهم معجزه، ايه كايه القرده. يعني الاشخاص دول سترى فيهم ايه. متوقع ان تكون الايه دي فشل كبير او ان يكون شكلهم سيء امام المجتمع بشكل كبير. لم نتحدث الا عن الاحداث الرئيسيه ولكن ذكرنا تفاصيل كل كارت. الاحداث الفرعيه، بص بقى هنا بقى المؤامرات والمكائد. يعني مثلا عندك الدافع ملك السيول. تمام؟ يعني ايه الدافع ملك السيول؟ ظهر هنا احتمال القمر في الحمل. بص الكارت كويس، شايفين انت بتحب تشوف الكروت؟ المهم ان انت تشوف الكروت، يعني بوريك الكروت اهي عشان مهم ان انت تشوفها. الناس بتحب تشوفها، الناس بتتعلم الطارو وتتفرج عليها. فملك السيوف ده هو دافع. تمام؟ بتتخذه مين؟ دافع لمين؟ لملكة الكوز. تمام؟ يعني ده كده الدافع بتاع مين؟ بتاع ملكة الكوز. طيب، اللي احنا عرفنا الدافع والحدث اللي هو بيرمز لشخص. طيب، النتيجة إيه؟ 10 صور لقى نار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بيتكلم عن ملك السيوف. يعني ملكة الكؤوس دي أصبح الدافع بتاعها إن هي تتخذ قرارات كملك السيول. معنى الكلام ده إيه؟ في الواقع رمز ملكة الكؤوس هي امرأة. قد تكون في حياتك لو أنت رجل، وقد تكوني أنت لو اللي بيسمعني امرأة في برج الأسد. فملكة الكؤوس دي بشكل مبسط هي امرأة ناجحة. امرأة تتمكن من تحقيق نجاحات، عندها القدرة على كسب أموال أو اكتسبت أموال، ولكن هي في مرحلة السعادة أو بتصرف أموال
من اجل ان هي تسعى او تكون سعيده، او يعني بتكسب وبتصرف. اوكي، معنى ان هذه المراه يكون عندها الدافع ملك السيوف، يعني المراه دي اصبح عندها دافع ان هي تحارب، او ان هي يعني تتخذ قرارات هامه. عارف انت، كانك مثلا لو انت امراه برج الاسد قررتي انك انت تتخذي قرارات هامه جدا، سواء بقى بقطع العلاقات، سواء بقى بحد الصرف، سواء بقى بتنفيذ اهداف، لان يعني السيف بيرمز للحرب، سواء بقى تنفيذ اهداف لا يقبلها الاشخاص من حولك، وتحديدا القرود اللي احنا تحدثنا عنه، هي قرارات هامه. النتيجه هي 10 صولجانات. 10 صولجانات في مجموعه الفراعنه بترمز للثعابين، للثعابين، او بترمز في المجموعات الاخرى للعصيان. يعني ايه؟ يعني هيتم تحقيق 100% من اهدافك. كل اهدافك اللي بتسعي اليها هتحققيها برغبتك في اتخاذ القرارات دي. طب لو انت رجل برج الاسد بتسمعني، في امرأة في حياتك قد تكون زوجتك، شريكة حياتك، هذه المرأة الجميلة ستعينك أنت كملك السيوف على تحديد دوافعك واتخاذ قرارات هامة، وهتتمكن أنت وهي من تحقيق أهداف، أو ربما قد تعينها أنت على تحقيق العشر صولجانات، لأن أنت الدافع. الحدث الفرعي الثاني، بص بقى، الدافع هو قاسي العملات، دي العملة الكبيرة، تمام؟ الحدث هو الشيطان، تمام؟ النتيجة هي أمير الصولجان. جميل؟ جميل. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني لما نتحدث عن ان الدافع، دافع الشيطان هو العملة الكبيرة. في الواقع كارت الشيطان بيرمز لأشياء كثيرة، ولكن في هذه القراءة هو بيرمز لشخص يريد إنهاء شيء. تمام؟ كشخص يريد إنهاء شراكة بدافع الحصول على المال. يعني في حد في حياتكم عايز ينهي شراكة، سواء كانت بقى الشراكة دي في ممتلك أو في شركة، يعني إما شقة، عربية، ممتلك، أمور مالية مشتركة. بيكون الشيطان ده مش عايز يفض الشراكة، حتى مش ظاهر فض الشراكة، ولكن هو كارت الشيطان بيرمز لإنهاء. كارت الشيطان دايما بيرمز لإنهاء شيء، فده حد عايز يفض شراكة معينة بدافع الحصول على مبلغ مالي. طبعا الأمر بيختلف لو كان في حياتك حد من برج الجدي، لأن الجدي هو رمز فقود التاروت، هو الشيطان. وعذرا لكل مواليد برج الجدي، أنا مواليد برج الجدي، ولكن معروف في علم التاروت ان كارت الشيطان بيرمز لبرج الجدي. فانت لو في حد في حياتك من برج الجدي، فكارت الشيطان بيرمز ان الحد ده عايز يحصل على مبلغ مالي. عن الدافع بتاعه الحصول على مبلغ مالي. اذا فالحدث هيكون ايه؟ الحدث هو امير الصولجانات، زي ما انت شايف هنا هو عباره عن شخص بيبحث في اوراق. دي صوره حد كاتب بيبحث في اوراق من ايام الفراعنه. جميل؟ فده حد بيبحث في اوراق، ينظر في اوراق. اتفقنا؟
كأنه بقى بيبص على أوراق فض الشراكة أو بيبحث في العقود المشتركة ما بينكم، ودي النتيجة إن حد بيبحث في أوراق خلال نصف مايو من أجل اتخاذ قرارات هامة فيما بعد. الحدث الثالث هو إيه؟ الدافع بتاعه هو ملك الكؤوس. بص الكارت ده، عشان الكارت ده مهم جدا 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 في المجموعة الفرعونية. ها؟ ده الدافع. الحدث هو الأحمق. وبرضه الكارت ده مع الكارت ده مهمين. ها؟ بص بقى النتيجة هي اللي بتشرح ليه الكارتين دول مهمين. النتيجة هي الثلاث كؤوس. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني لو تحدثنا عن الدافع، شايف الكارت ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن شخص وشه مسود زي ما انتم شايفين، حد وشه مسود وماسك كأس في ايده، وفي الأسد، في أسد وراه زي روح أسد. الروح ديت كأنها بتحميه، تمام؟ الحدث هو الأحمق، يعني شخص يندفع خلف مشاعره. إذا ربط ربط الدافع مع الحدث كأنه شخص بيحاول تقديم اعتذار. الشخص أنت بتحبه من برج الأسد، يعني الشخص ده هو شخص مقرب منك، شخص أنت بتحبه متعلق بيه، وشه مسود، يعني كأن الشخص ده مش شرط متعلق بيه على فكرة، يعني يكون عدو ليك برضه، تمام؟ ولكن انت كنت بتحب او كنت بتحترم، تمام؟ ولكن الشخص ده وشه مسود وبيقدم وعنده دافع تقديم لك اعتذار عن تصرف احمق قام به، وهذا التصرف يظهر في النتيجه. ليه؟ لان النتيجه هي الثلاث كؤوس، تمام؟ يعني كانك التلات كؤوس دي كارت بيدل على مؤامرات او شيء زي كده، او سحر كان هو معرض ليه، هو اللي خلاه يرتكب التصرف الاحمق. فالكارت ده بيدل على ان في شخص بيعتذر لك عن تصرف احمق قام به نتيجه مؤامره كانت بتحاط ضده او سحر. جميل؟ جميل. حدث الاخير رابع، مش اخير، لسه قدامنا كتير. تمام؟ عندك الدافع ثلاث عملات. بو طلع كارت جديد، اربع كروت واول مره تطلع دي في الترد، حظك ده. تمام؟ يبقى انت كده عندك ايه؟ عندك دافع وحدثين ونتيجه، لان ده اربع كروت وما بيحصلش كتير، ده حاجه قدريه ليك لان في رساله قدر عايز اوصلها لك. تمام؟ فالثلاث عملات. يعني ايه الثلاث عملات؟ يعني بكل بساطه في دافع لبناء بيت. تلات عملات ده هو مهندس بيبني شيء، تمام؟ وكذلك يعني كل المجموعات تلات عملات بيرمز لبناء. ممكن في مجموعه زي دي مثلا اللي شكلها كده ظهرها كده، ممكن يكون تلات عملات ده حد بيبدا يبني مستقبله المالي. بس في المجموعه دي هو ممكن يكون مستقبل مالي، ممكن يكون بيت، على حسب. تمام؟ ماشي؟ ده الدافع. تمام؟ الأحداث بقى اللي هتحدث في الباب الرابع دي والنتيجة هي المؤثرة عليك في الشهور القادمة أو في شهر 6. ليه؟ لأن أنت عندك الحدث هو العالم. طب إحنا محتاجين نبص على العالم في المجموعة دي، لأن المجموعة دي العالم فيها أنا شايف إن هو مختلف. تمام؟ فاللي ظاهر إن الكارت ده بيعبر عن ان الدافع بتاع بنائك لبيت او بنائك لحياتك او مستقبلك المالي قد يكون حدثه هو سفر او انتقال الى بيت جديد، لان كارت العالم بيرمز لتحركات وبيرمز انك انت بتشعر ان كل مكان بتروحه كانك عايش في وطنك. في المجموعه دي انك انت عندك روح انتماء لكل مكان هتروحه أو بتفكر تنتقل ليه. فأنت دافعك بناء مستقبلك المالي، ثم حدثك هو العالم الذي يعتبر أمك والذي تشعر فيه بالأمان. ثم الحدث الثاني هو الكاهنة العليا.
أي تخطيط دقيق وقوي وصريح بالتفاصيل للمستقبل العاطفي والشخصي، فتأتيك النتيجة هي ملك الصولجانات. يعني إيه ملك الصولجانات؟ النتيجة إن عقب حدث السفر أو الانتقال إلى بيت جديد هيكون عندك يا مولود برج الأسد لقاء مع شخص جديد متمثل عندك في كارت ملك الصولجانات. ملك الصولجانات ده كارت جميل في المجموعة الفرعونية، محتاجين تبصوا ليه وتتأملوا حضارة بلدنا الجميلة وصور فراعنة. تمام؟ فكارت ملك الصولجانات ده يا صديقي بكل بساطة بيرمز للقاء بعد السفر أو الانتقالة دي مع شخص هام بالنسبة لك. شخص هيساعدك على الوصول بقى لجميع اهدافك اللي هتضعها في المستقبل. جميل. عندنا بقى حبه رسائل، يعني كل اللي احنا سمعناه في القراءه ده احداث توقعات، ما بقولش ان هي هتحصل، هي توقعات دقيقه من القدر قد تصيب وقد لا تصيب، كل من مشيئه الله، ولكن لم يشتكي احد انها لم تصيب، وهي في النهايه مجرد توقعات ولا يستطيع احد الاطلاع على الغيب، ولكن من القدر نرى توقعات دقيقه، فالقدر يحبنا ويساعدنا بفعل الروح. تمام؟ الاحداث اللي هنا بقى مهمه جدا. تمام؟ ليه بقى مهمه؟ لان هي نصائح هي اللي هتساعدك للوصول لاحلى حاجه في القدر ده واحلى حاجه انت عايز توصل لها. فبتاتيك نصائح الاوراكل، الطف اوراكل عندي، الاوراكل ده مش فاكر اسمه بالظبط، مكتوب على العلبه بتاعته، بس هو الطف اوراكل عندي. تمام؟ بتقول لك مصفوفه الهيه في الدافع. اذا فالدافع بتاعك يا مولود برج الاسد في النصف الثاني من شهر مايو هو تامل كتابك. سواء بقى كتابك ده كان القرآن، الإنجيل، التوراة، على حسب ديانة الشخص اللي بيسمعك. هو إنك أنت تتأمل كتاب الله. تمام؟ ليه بقى؟ لأنك أنت هتجد، بص بقى، حدث أكثر من الطبيعي، أو هتجد خير لأن بعدها جاي النتيجة قبلة الظهور. يعني بتأملك أو بقراءتك لكتاب الله في النصف الثاني من شهر مايو هيعود عليك بخير أكثر من الطبيعي. يعني إيه هيعود عليك بخير أكثر من الطبيعي؟ يعني أنا مثلا كل ما بعوز أموال بجيب سورة الواقعة أقرأها أذكر. تمام؟ فكذلك في كثيرين كده، سورة الواقعة بتجلب الرزق. فكذلك عندك مشاكل عايز حاجة، انظر في كتاب الله هتجد الحل. اوراكل التطور بيقول لك ايه؟ بيقول لك دافعك ينبغي ان تعلم ان دروسك غير مكتمله. يعني حياتك لم تاتي بالحكمه النهائيه بعد، وان كل الدروس اللي انت خدتها دي لدرس كبير انت محتاج تتعلمه في الدنيا. الحدث هو العظمه الداخليه. يعني ينبغي عليك يا مولود برج الاسد ان تشعر بالعظمه الداخليه. والنتيجه او المفروض تكون النتيجه انك انت تفتح قلبك للحياه. يعني تسيب قلبك تعرف ان حياتك دروسك لن تكتمل، انك انت لسه محتاج تعيش. حس بقوتك الداخليه وافتح قلبك للحياه. هتجد النتائج اللي انت بحاجه اليها. تمام؟ رسائل الملائكة يقول لك إيه بقى؟ opportunity، يعني في وفرة مالية كبيرة قادمة إليك. تمام؟ ولكن reconsider، reconsider يعني إيه؟ استعيد توازنك. and look for a signal، يعني انتظر إشارة. choose a new direction،
واسلك اتجاه آخر. يس ستجد ما تسعى له. ها؟ رسائل الرومانس تقول لك ايه؟ أول نصيحة realize your ex. مشكلة كبيرة عند برج الأسد انك أنت حبيت شخص تعيش عمرك كله تحبه. لا، النصيحة بتقول لك realize your ex، خلاص لو الشخص ده ابتعد عنك أو انتهى علاقتك دي محتاج تتخطاه. تمام؟ It's time to come. The time has come to clear your energy. يعني الوقت قد أتى لتنظيف طاقتك. ثم الرسالة الثانية هي playfulness. يعني ينبغي عليك بقى انك انت الحدث بتاعك انك انت تستمتع بالاوقات السعيدة. Depiction someone is wearing a false self mask in this relationship. يعني في علاقة في حياتك دلوقتي الشخص اللي انت معاه يا اما انت حد منكم بيرتدي قناع بيعمل حاجز في هذه العلاقة. تمام؟ دلوقتي احنا على ميعاد مع ايه؟ مع اهم ثلاث رسائل اللي هم محطوطين على الثلاث اهرامات دول. الرسائل دي مهمه جدا. ليه؟ لان مثلا لو هنقرا اول رساله منهم هي رساله مدى قوتك في المجموعه الفرعونيه او طاقتك. المجموعه الفرعونيه اي مجموعه فرعونيه كلامها هام فيما يخص الطاقات والشمس والاشياء الايه الروحانيه القديمه اللي في حضارتنا، الاعتقادات القديمه. فمثلا معبد لابس لادوزولي اللي هو الكارت ده، تمام، ده جاي لك في الدافع اللي بيقول لك انك انت ينبغي عليك انك انت تتحلى بالتفتح لاستيعاب افكار الاخرين. زي ما انت شايف مرسوم عليه نجمه ومثلث ونصف دائره، تمام؟ يعني ينبغي عليك انك انت تنفتح، يعني تفتح دماغك او تتفتح لاستيعاب دوافع الاخرين او معتقداتهم او افكارهم في هذه الفتره، تمام؟ ليه بقى؟ لانك انت دورك في حياتك او حدثك في حياتك هو ميزان التوازن، توازن الروح القديمه. يعني انت يا مولود برج الاسد اللي بتحافظ على توازن كل الاشخاص اللي يهموك، انت اللي بتحافظ على توازن بيتك، انت اللي بتحافظ على توازن عملك، فانت ميزان التوازن معاك، تمام؟ دي طبعا القضبيه بتاعتك. ثم بياتيك النتيجه بتقول لك ملكه القمر. يعني انت دلوقتي معاك ميزان التوازن ولكن ينبغي انك انت تصل لملكه القمر. ملكه القمر اي التميز والظهور، يعني ينبغي انك انت تحافظ في المستقبل على ظهور مشرف يليق بك. اهو الكارت اهو تقريبا مرسوم عليه ازيز، تمام؟ عايز اقول لكم يا جماعه الناس اللي المفروض دلوقتي تدرس الحضاره الفرعونيه، والله الحضاره الفرعونيه دي محتاجه دراسات مهمه او تامل في الحاجات ديت، هتجدوا فيها اشياء جميله جدا ممتعه. الرسائل الروحانيه عندك ايه؟ اول رساله في الدافع بتاعك، يعني رسالة بتكشف لك دوافعك، والرسالة دي هي كارت الألوهية ومكتوب تحتها هناك طريقان أمامنا. يعني إيه يا مولود برج الأسد؟ لا تغتر. برج الأسد ممكن كبريائه أو عنده يخليكم مغرور جدا من شدة قوته الروحانية أو ارتباطه بالشمس. فالرسالة بكل بساطة بتقول لك ما تكونش مغرور، بلاش تكون مغرور. ليه؟ لأن احنا قدامنا طريقين، يا جنة يا نار، فاحنا كلنا عبيد ومطيعين، فلا أحد يتأله على الله. ده مش كلامي على فكرة، والله ده كلام التاروت. الدافع بتاعك محتاج يتغير أو محتاج تستوعب إنك أنت مطيعين. أنا عارف إن طاقتك نارية وإنك أنت عصبي وإنك أنت عندك كبرياء وإنك أنت قوي وإنك أنت عندك أشياء كثيرة، ولكن خلي دوافعك هادئة وتحلى او تذكر انك من طين رغم ان طاقتك ناريه. ثم بتاتيك الحدث معالج المجره بتقول لك المضي قدما بعقل منفتح، وده اللي قالته لك الرسائل الفرعونيه. يعني ينبغي انك انت تنطلق نحو المستقبل بعقل منفتح، يعني تمشي قدام، تحرك نفسك لقدام
بعقلية منفتحة، ما تغطل يعني ما تقفلش دماغك على أشياء معينة. هتكون النتيجة عندك مطالب منك حين تصل لنتائجك في هذه الفترة إنك تقوم بتوجيه معرفتك من أجل الحكم النقدي. يعني إيه؟ يعني توجه معرفتك بالشكل اللي يخليك تتجنب الأحكام النقدية، يعني ما تسمحش لحد إن هو ينقدك أو يحكم عليك أحكام نقدية سيئة. طبعا هناك تحذيرات هامة، ويمكن هو ده الجزء الوحيد السلبي في القراءة، تمام؟ فهتجد إن التحذيرات إيه بقى؟ التحذيرات بص بقى بتقول لك أولا أنت محتاج تخلي عندك دافع سبعة الأرض وراب الشبكة. يعني إيه؟ يعني تأجيل تأخير أعذار. بمعنى إيه؟ زي ما أنت شايف ده عبارة عن غراب حد بيصطاد، كأنه مطالب منك تصطاد حد أو تصطاد خطأ حد أو تترقب لخطأ حد في هذه الفترة. بص بقى الحدث الثاني، الحدث هو الثعلب والأوزة، تمام؟ كأن في حد هيأتيك. بص الثعلب والأوزة، شايفين الكارت كويس؟ يعني إيه؟ مكتوب تحت الكارت مفترس خبيث دوافع خادعة. يعني في حد في الفترة دي مفترس وخبيث ودوافعه خادعة هيحاول اصطيادك، فينبغي عليك إنك أنت اللي تصطاد أخطاء، تمام؟ طب هتجد النتيجة في إيه مع الشخص ده؟ هتجد النتيجة في كوكب أورانوس، شغف تساهل جنس، إن الشخص ده اللي هتقدر إنك أنت تمسكه منه في هذه الفترة هو شغفه تجاه الجنس، يعني ربما الشخص ده بدوافعه الخبيثة يتجاوز معك في الأمور الجنسية سواء كنت راجل أو امرأة. لذلك يا مولود برج الأسد ينبغي اصطياد شخص دوافعه الجنسية خبيثة تجاهك، أو بقى الأخطر تجاه شريك حياتك. الفنجان، بص احنا تحدثنا قلنا أحداث جيدة، قلنا نصرة من عند الله، وقلنا إن في ناس كان المفروض إن هم بيكيدوا لك بالشر، وتحدثنا أحداث جميلة جدا، إلا إنها شايف برضو في الفنجان حاجة بتتكرر عندك كتير، وهي الحالة النفسية اللي في الفنجان من تحت ظاهرة سيئة جدا. يعني حالتك النفسية في الفترة من نصف الثاني من شهر مايو سيئة جدا. نبدأ فك الرموز. بص من الرموز اللي عندك، سبحان الله، اللي شايفه من اول الاحداث رسمه هلاميه، رسومات الفنجان بتكون صعب ان هي تقرا، يعني هي فن اكبر او اصعب من الفن التعبيري. يعني واحد درس فنون تطبيقيه ومهندس ديكور ودرس علم نفس ودرس اكتر من شيء، تمام؟ فرسمه الفنجان صعبه. ليه؟ لان ظهر هنا ان اللي في الفنجان ده هو عبارة عن شيطان سلسله الله في الأرض، تمام؟ يعني شيطان سلسله الله في الأرض في مكان قريب منك، يعني الشيطان ده مسلسل في مكان قريب منك بيسعى للوصول إليك، عينه عليك بيسعى للوصول إليك. انت كانك في مكان عالي، يعني انت واقف في مكان عالي والشيطان ده مسلسل في الارض وبيسعى للوصول اليك، بيكرهك كره شديد ولن يصل بك، مش هيقدر يوصلك. اول حاجه في الواقع في فتره اللي هي الفتره، يعني مثلا النهارده 17، قول مثلا من يوم 19، من يوم 19 لحد يوم 22 مفيش مشاكل، ولكن هي فترة محيطها سيء،
يعني ربما تبدو لك أشياء أنت عايز تطمن فيها أو حاجات أنت خايف من حدوثها أو بتنتظر حدوثها، لا تأتيك أخبار عنها في هذه الفترة. آخر حدث هو الشخص اللي سلط الشيطان ده عليه، على فكرة الشيطان ده شيطان بجد. تمام؟ مش شيطان انت. ده شيطان جن. شيطان جن وحد مسلطه عليك. والحد اللي مسلط عليك شيطان الجن ده ظهر قدامي، هو عبارة عن وجه. وجه. لشخص رجل. والشخص ده من شدة ما هو مش شايف السحر ده بيأثر فيك، بينظر للسماء كأنه نظرة تحدي مع السماء أو مع الله. هو شايف السحر ده مش مؤثر فيك، في نظرة تحدي، تحدي بعجز. يعني أتمنى تكون القراءة عجبتك، وبذلت قصارى جهدي لتقديم اعتذار عن التأخر في القراءات، ونعي ان قراءات الجد هتكون دائما مصطحبة بقراءات الاسد، والحوت هينزل بكرة، وبإذن الله نسعى نجيب اشخاص اخرين يعني يكونوا خبراء في التاروت جيدة لتقديم باقي المحتوى او باقي الابراج بمعنى اصح. ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب امامك على الشاشة، يمكنك التواصل معايا من خلال هذا الرقم لحجز القراءات الخاصة. اللايك والاشتراك، لسه في كلام كتير، لسه في كلام مهم، لسه في كلام روحاني، لسه في قصة طويلة. سماء المحبة هي رحلة في سمائنا وفي أقدارنا التي أبشركم بها بالخير، وأتمنى لكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وجوه الخير ويا أهل الخير، في رعاية الله.